تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. مثل ما عودناكم خلال برنامجنا بنتطرق لمواضيع طبية وصحية تهمكم وتفيدكم، ويسرنا استقبال استفساراتكم ومداخلاتكم واقتراحاتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. قبل ما أذكركم بأرقام التواصل، أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد يوسف سعد، في التنسيق ميرا القفلي، وفي الإخراج نمر محمد. صباحكم الله بالخير جميعا، ومحدثتكم الدكتورة عاش البسطي. أذكر برقم التواصل 600-55-1414، الرسائل النصية 4006. حياكم الله ويانا. اليوم إن شاء الله بنركز على موضوع جدا مهم ويمكن يكون منتشر وايد عندنا خلال هذه الفترة بسبب التغيرات الجوية اللي موجودة الحين عندنا. طبعا اليوم بنتكلم أكثر وأكثر عن مرض الإنفلونزا، وبناخذه من ناحية تغذوية وصحية وتوعوية وأشياء كثيرة إن شاء الله وياكم. بنبتدي بأول فقراتنا لليوم وهي الفقرة التوعوية، واللي بنتكلم عن الأطعمة اللي تساعد في تخفيف أعراض الإنفلونزا. ويانا أخصائية التغذية في هيئة الصحة في دبي الأستاذة عرين الزربة. صباحك الله بالخير أستاذة عرين. صباح النور للجميع ويعطيكم ألف عافية يا رب. يعطيك العافية. أعرفك يا رب. طبعا صحيح زي ما تفضلتي، عندنا هلأ الأعراض الإنفلونزا كتير شائعة وبسبب تغيير المناخ صحيح. وبين الفصول، وهي بتعملنا أعراض لجسمنا ومتعبة جدا. مثل هذه الأعراض عندنا طبعا الحمى، بتوصل درجة الحرارة 38، آلام في العضلات، القشعريرة والتعرق، الصداع، السعال الجاف والمستمر، إرهاق وضعف، احتقان أنفي والتهاب الحلق. صحيح. طبعا هذه الأعراض من ناحية تغذوية بنحاول إحنا طبعا نخففها، ونحب ننصح ببعض الأمور اللي ممكن تساعد على تخفيفها، الشعور بالراحة أفضل. من بعض هاي الأشياء اللي أنا حابة أحكي عنها، أول إشي أول واحدة هي المي. الحفاظ على نسبة المي بالجسم من أهم الأشياء المصابة بالإنفلونزا، خاصة إذا كان يشعر بالحمى والتعرق أو عند الصعوبة في البلع، ويفضل إضافة مشروبات مخفوقة غنية بالعناصر الغذائية مثل جوز الهند، ما يساعد في الحفاظ على نسبة البوتاسيوم والصوديوم والسوائل في الجسم. الشغلة الثانية، عادة ما تظهر أعراض بالجهاز التنفسي بعض المشاكل، فيفضل شرب السوائل الحارة أو الساخنة، يمكن أن يساعد في فتح الشعب الهوائية. صحيح. وأيضا بحب أشارك معكم عن الثوم. أثبتت دراسات علمية أنه الذين يتناولون الثوم هم أقل عرضة للإصابة بأمراض البرد والإنفلونزا، وذلك لاحتوائه على عنصر اللايسين الذي يعمل على حماية الجسم من التعرض لمرض الإنفلونزا. نعم. فيفضل إذا ممكن يتناولوا، طبعا في بعض الناس ما بتحب تأخذ الثوم على أساس ريحة الفم وكذا، فإحنا بنقول يعني يفضل تناول فص ثوم صغير، يعني إلى يعني بكون هو أصلا مكعب صغير، ممكن نبلعه بلع زي الدواء، أو حتى إضافة للسلطة وإضافة للبن شوية. صحيح. إيه؟ صحيح. بس لأنه في بعض الناس بقول لك رائحة الفم وإلى ما ذلك. أيوة. أنت أول ما تقطعيه بيطلع منه الرائحة. صحيح. فإحنا بنقول لهم إذا في على الريق الصبح لو فص ثوم صغير بلعته زي الدواء، بيساعد على طبعا يقوي المناعة، وطبعا إزالة الالتهابات أو شوائب في المعدة، وبريح يعني بيعطي تأثير جدا مفيد للجسم.
كمان عندنا الجزر، طبعا الجزر لانه يحتوي على نسبه من عنصر الكاروتين، ويساعد طبعا على حمايتنا وتقويه طبعا من خلال يعني الحمايه من الفيروسات والبكتيريا التي تصيبنا خلال هذه فتره المرض. طبعا الحساء الدجاج، شوربه الدجاج، ممكن نضيف عليها بعض الخضروات، بتساعد على طبعا تخفيف الاعراض. وزائد على ذلك لانه بعض الناس ما بيكون لهم شهيه للاكل، فالشوربه تعتبر وجبه خفيفه للمعده. صحيح. وزائد على ذلك بتريحهم. كمان في شغله اشير لها بس، الزنجبيل. طبعا احنا الزنجبيل لو الواحد شربه مع كوب شاي او منفصل، يساعد طبعا على علاج الانفلونزا بسهوله، لاحتوائه طبعا على الفيتامينات وعناصر علاجيه مضاده لامراض البرد، وخصوصا تقاوم الشعور بالغثيان. صحيح. واخيرا وليس اخرا، عصير البرتقال جدا يساعد على صحيح، بيساعد على اللي بسبب الفيتامين سي المحتوي عليه، يساعد على تقليل فتره الاصابه، وذلك ايضا مشاكل الجهاز الهضمي، فبيخفف هاي الامور على مرضى الانفلونزا. بحب هيك اختمها بشغله بسيطه جدا، انه الحفاظ على تناول السوائل سواء قبل الواحد انه يتعرض للانفلونزا او خلال فتره العلاج. نعم. لانها تساعد على طبعا في عندنا الاطعمه، لانها فيها اطعمه غنيه بالعناصر الغذائيه. صحيح. وايضا تساعد على تخفيفها الغذائي، والغذاء يلعب دور كبير صراحه، يعني صحيح. حتى خلال هالفتره الاشخاص ما يشتهون الاكل، يقول لك طعم الاكل متغير، ما بقادر اشرب عشان الالم، وطعم الاكل متغير فما اشتهي، يعني يصيبني قثيان منه حتى من هذا الاكل او من هذا السوائل. صحيح. عشان هيك احنا بس بننوح على هدول، انا يعني ركزت على بعض المواد الغذائيه اللي حكينا زي الزنجبيل والامور. صحيح. هاي بتساعد على تخفيفها، وبنفس الوقت يعني بيمارس حياته طبيعيه، يعني ما يعني لا يحس انه عنده صار فقد في الوزن او الى اخره، على اساس ما نصير عندنا مشاكل ثانيه لا سمح الله تاثر على الشخص، تؤدي الى سوء التغذيه. صحيح. استاذه عرين، بخصوص الاطفال، طبعا الحين في هالفتره الاطفال اكثر عرضه واكثر اللي يصابون بهذه الامراض، فشو تنصحين يعني من ناحيه التغذيه خاصه للاطفال؟ هلا للاطفال تعتمد على الاعمار. إذا الأعمار كانت خلينا نقول النسبة الصغيرة، عمر خلينا نقول الثلاث سنين، أربع سنين، خمس سنين، هنا الأطفال اللي بيقدروا يتناولوا. نعم. الأكل طبعا أكثر إشي منركز عليه هي الشوربات، لأن الطفل صعب إنك تعطيه أمور الزنجبيل والأمور هاي صعبة عليه، لأنه كثير حاد راح يكون عليه. هي. فمنركز أكثر إشي على السوائل، المي ضرورية دائما في أكله، يعني ليس فقط العصير بس المي والشوربات، يعني الشوربة الخضار بتضل خفيفة على معدته، بتضل بتحتوي على فيتامينات ومعادن جدا كثيرة، ممكن الأم تزيد عليه شعيرية بس عشان تخليه شوي يشربها. صحيح. فهي تعتبر كوجبة كاملة متكاملة، زائد على ذلك السوائل، عصير البرتقال جدا مفيد، بيساعد جدا على الانتعاش، الإحساس بالطاقة على القليلة. وبنفس الوقت ندير بالنا من ناحية إذا صار عنده سمح الله أي إصابات أخرى، يفضل طبعا زيارة المستشفيات أو الدكاترة حتى إن نعرف بالضبط وين المشكلة من ناحية. صحيح. غذائية. صحيح. أستاذ عرين، عندنا بس مداخلة من الأستاذ عبد الوهاب. السلام عليكم. السلام عليكم. صباحك الله بالخير أستاذ عبد الوهاب. مرحبا دكتور عايشة، كيف حالك؟ أنا الحمد لله. الله يسلمك. الله يعطيكم الصحة والعافية، ونحييك ونحيي طاقم العمل وضيفتك الكريمة. طبعا هي أخصائي التغذية، أنا ما أقدر أدخل في بحر التغذية وايد لأن هي اختصاص يعني، بس أنا أقول من خلال التجربة أنا بجربنا على نفسي، يعني في وايد أشياء ممكن نحن نسويها خاصة الواعين يعني. صحيح. نحن نقول بالنسبة أولا بنبدأ من الأطفال، إذا صار عندهم كحة ولا شيء، يعني ما أعرف إذا كان الإخوان في الشام ولا شيء، أنا أعرف أنه بعض منهم يعطونهم ملعقة مال زيت زيتون نقي، يعني مثل ما أصغر ملعقة للشاي يعني يعطونهم على الريق. نحن خلي الأطفال بناخذ الواعين، قول لي إذا تقدر تشرب ملعقة صغيرة من زيت زيتون على الريق بيعطيك حماية. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية أختي الكريمة دكتورة. نعم. يعني موجود في السوق وايد أشياء، مثلا في أكياس للزعتر، الأكياس الزعتر إذا حطيت كيسين بيكون الزعتر مركز
وتفوره وتصب عليه ماي حار وتحط عليه زيت زيتون وتحط عليه عفوا عسل يعطيك حماية. مثلا يوم بتاكل حط زيت زيتون إذا تقدر تفطر لبنة على زيت زيتون وشوية زعتر كل الأشياء هاي بتعطيك حماية. شرب الماي مثلا على الريق وانت قايم من النوم وانت عفوا يعني قبل ما تروح التواليت يعني تشرب لك مثلا 400 ملي ماي وانت رايح تسوي لك اذا سمح ظروف تسوي لك هرولة لين توصل موضوع الشتمة يعني لين توصل تكمل الحمام يعني صحيح. وحتى اخوي عبد الوهاب حتى الزعتر وهذه الاشياء تخفف من الاعراض نفسها يعني تخفف من اعراض يعني الانفلونزا. انت ذكرت الزنجبيل دكتورة يعني واختنا الاخصائية الزنجبيل انا اسوي كيف اشتري هذا اللي يبيعونه بالكيلو وكذا اشتري شويه واخذ لي قد صباعين واقشر مثل البطاطا واسوي قطع صغيره وفوره في الجزوه اللي يسوون فيها التركيش كوفي اللي يسوون فيها التركيش كوفي نعم. بعد ما يفور اصبه بالكلاص واحط عليه عسل والمتبقي القطع المتبقيه مال الزنجبيل اخذها قطعه قطعه بالملعقه واحطها تحت سنوني. انت في هالحاله تشرب ميه الزنجبيل يعني المفعول الزنجبيل بيكون مضاعف صحيح اكيد بعض الاشخاص الزنجبيل ما يعلمهم هو يعرف حالته لازم صحيح ما بصح وهي نقطه جدا مهمه ويا العسل ويا الحليب بيكون الحدوديه اللي موجوده بالزنجبيل تكون خفت يعني صحيح. وما بطول عليكم يمكن في اتصالات اخرى وشكراً على إتاحة الفرصة. شكراً أستاذ عبد الوهاب على المداخلة صراحة يعني ضفت لنا كذا معلومة كذا والواحد يقدر نفس أنت ما قلت الواحد يقدر يعني يسويها بالطريقة اللي تناسبه وكذلك بس ينتبه في أشياء يمكن ما تناسب الشخص حتى لو أنها مفيدة لهذا المرض أو هالعرض بس ما تناسب أي شخص. صحيح أستاذ عرين كلمة أخيرة توجهينها للمستمعين خلال البرنامج. زي ما تفضل الأستاذ عبد الوهاب طريقة اللي هو كيف تعامل مع المرض أو الأعراض ممتازة جدا وأعطى أفكار جدا جميلة من ناحية الزنجبيل من ناحية الزعتر وزيت الزيتون وكل هذه فوائد كتير بتخفف من هاي الأعراض. دائما منوصي دائما إنه الأكل الصحي طريقة تناول الأكل الصحي وطريقة طبخه جدا مهم. زائد على ذلك دائما نحافظ على شرب السوائل والأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية اللي بتخفف طبعا من أعراض الإنفلونزا وإن شاء الله من أي أمراض أخرى في المستقبل. صحيح أستاذ عرين الزربة أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي شكرا لك. يعطيكم العافية. يعطيك ألف عافية. مستمعينا كانت هذه فقرتنا بخصوص الأطعمة اللي تساعد في تخفيف أعراض الإنفلونزا. طالعين فاصل إن شاء الله وراجعي لكم خلكم ويانا. صحة وسعادة مستمعينا الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية في برامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 4006 حياكم الله. طبعا الحين بنطرق لفقرة السوشيال ميديا وأغلب ما يدور فيها ويانا زميلة أسماء الجناحي. صبحت الله بالخير أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور دكتورة عليك على كل مستمعين إذاعة نور دبي. ننتظر هذه الفقرة. نحن بعطيكم في جولة بالأشياء اللي صارت تقريبا من نحن مستمرين في حملة دمي لوطني. صحيح. الحملة هاي كانت بدت من الأسبوع الماضي ومستمرة لين تاريخ 16 ديسمبر. نحن ندعو الجميع أن يعني يوم مراكز التبرع حافلة التبرع قاعدة تمر على الجهات الحكومية والخاصة والأماكن. أيضا لو حابين أن الباص تبرع يكون في جهتكم يقدرون يتواصلون معنا على 8342 إذا كانوا يعني يبون يعرفون معلومات عن أوقات التبرع وهي كلها ممكن يتواصلون معنا أيضا على الرقم المجاني 8342. نعم. موقع مركز التبرع بالدم موجود في حرم مستشفى لطيفة. فاللي يقدر لأن هالأشياء أنا واحد ما يقدر يشتريها. صحيح. ونحن نتميز في دولة الإمارات أن التبرع بالدم طوعي 100% يعني حتى هاي بشهادة جمعية بنوك الدم العالمية أن يعني نحن اللي يتبرعون بدون أي مقابل بس لأن همهم أن ينقذون حياة الناس.
صحيح. تقريبا الارقام قاعد تزيد كل سنه. في 2018 كان 4400 وحده في فتره حمله الدم الوطني. فنحن نبغاها السنه ان شاء الله تكون اكثر من 4600 ان شاء الله. واللي يقدر يتبرع واللي عنده القدره يجي ويتبرع. واذا بيتبرع الشخص يعني مو بس ان حق شخص واحد بيتبرع، ترى بيتبرع حق اكثر عن شخص، يعني يوصل لثلاث اشخاص يعني يستفيدون من هذا الشيء. صحيح، كل كيس ينقذ حياة ثلاث أشخاص. غير هذا دكتورة في أربع مكونات الدم، في مكونات صحيح. يعني مو بس إنه واحد يتبرع خاص يأخذ من كريات الدم، يأخذ من البلازما، يأخذ فوايد أشياء ممكن دموية. يعني أشياء مهمة جدا يعني وحيوية كذلك. ونحن خلال الفترة هاي قاعدين نحط هاي المعلومات المتعلقة بتبرع بالدم والحملات وهي كلها في قنوات التواصل الاجتماعي. وأمس كنا حاطين عن الأرقام اللي وصلناها في الثلاث سنوات السابقة. أيضا نحن الحمد لله يعني 2019 كانت من السنوات الحلوة على هيئة الصحة، وهذا بسبب الجهود كل اللي يشتغلون فيها. يعني حصلنا حصلت صحيح على 20 جائزة محلية وإقليمية ودولية في 2019. فهذا كله بفضل يعني حتى ملاحظات الناس، لأن ثقة الناس فينا. أكثر الكثير من الجوائز كان لها علاقة بسعادة المتعاملين، نحن سعيدين بثقة الجمهور فينا. أيضا نحن بس ننصح ونتمنى من الناس أن يجربون تطبيق هيئة الصحة وخدمة طبيب لكل مواطن، لأن نحن حاليا في الفترة التمهيدية. وإذا عندهم أي ملاحظة يكتبون إياها في قنوات التواصل الاجتماعي، يتواصلون معنا على 8342. نحن الملاحظات هاي بتساعدنا لأن هالخدمة مش موجودة على مستوى الدولة وأول مرة تطبق. فملاحظات الناس جدا مهمة، فاللي عنده أي ملاحظة يقدر يتواصل معنا، يرسلنا على الخاص، يكتب لنا. جربوا، يعني في النهاية الخدمة هاي موجودة للجمهور للمواطنين. فنتمنى أن هم يجربون الخدمة ويخبروننا شو كانت ملاحظاتهم، آراءهم، كيف ممكن أيضا نطور في الخدمة، لأن هالخدمة في النهاية موجودة لهم. نعم كذلك. أسماء، يعني بخصوص هذه الخدمة، يعني الشخص إذا اقترح أو شاف شيء معين يحتاج تعديل من وجهة نظر، لأن يعني هاي الخدمة للمجتمع موجهة، فأي شخص لاحظ أي يعني أي اقتراح عنده ما بيخدمه فقط، بيخدم المجتمع بكبره، يعني بيؤدي إلى تحسين كذلك هذه الخدمة، ويمكن تكون اقتراح بسيط جدا يعني. فهذا هاي دعوة حتى من البرنامج، يعني جربوا الطبيب لك المواطن، جربوا الابليكيشن، وفي نفس اللحظة إذا لاحظتوا يحتاج أي تحسين، يحتاج أي اقتراح عندكم لتحسين أي شيء، يعني بالعكس يعني هذا الشيء مطلوب من الجميع، أساس على الأقل فيه يكون تحسين وبيأثر على الجميع، يعني على المجتمع بكبره، ما بيأثر على الشخص نفسه. وهذا الدكتورة مو بس على مبادرة طبيبك مواطن، يعني الحمد لله في وايد أشياء تم تعديلها في الأنظمة، في الأشياء، لأن الناس قاعد اقترحت. يعني أنت لما يعني تقول في مشكلة تقدم اقتراحك، يعني في النهاية خدمة هاي لك أنت. فلما في الاقتراحات اللي وصلتنا في خدمات وايد تطورت، لأنهم كان لهم جزء ودور في تطوير القطاع الصحي. ففعلا نحن يعني دائما ننصح بوجود الملاحظات التطويرية في أكثر من قناة، عندنا مجلس محمد بن راشد الزكي، عندنا الإي سجستن المقترحات الإلكترونية، عندنا قنوات التواصل الاجتماعي، عندنا 8342. نحن بس نبغى نسمع الأفكار من والمقترحات من عند الناس، في النهاية الخدمات هاي كلها موجهة لهم. صحيح. ويختمها بالرسالة الإيجابية الصباحية اللي عودنا مستمعين نور الدبي عليها. نعم. تقول فكرة هذا اليوم: لا تكن رافضا للأفكار، محبطا لمن حولك، ولكن كن مفكرا، واسأل كيف يمكن لتلك الفكرة أن تتحقق وما هي نتائجها. في أشخاص دائما يعطوني يقول لك لا، دائما يعترض. خذ الفكرة، حتى لو كانت الفكرة أنت تشوفها مش قوية، لكن ممكن لها أبعاد وايد حلوة. أو إنه يقول له كيف لو أضفنا هذا، لو زدنا هذا عليه. ممكن تكون فكرة بسيطة، لكن أنت مع الإضافات، مع طريقة تفكيرك، ممكن تخليها تكون فكرة جدا كبيرة. صحيح. شو رأيكم نحط الإدارة الثانية معانا؟ شو رأيكم نخلي فلان يسوي هذا الجزء، يضيف عليه؟ فمع الإضافات هاي بيطلع شيء ممكن إكسترا أوردينري. فدائما لا ترفض الأفكار اللي يقدمها زملائك. ودمت بصحة وسعادة. أسماء الجناحي، شكرا لك.
هذه كانت فقرتنا بخصوص دردشة السوشيال ميديا وأقلب ما يدور فيها، وكانت يانا زميلة اسمها الجناحي. نذكركم مرة ثانية مستمعينا بخصوص دمي لوطني مستمرة الحملة إن شاء الله لين 10 ديسمبر. بخصوص موضوعنا الأساسي اليوم، نحن معظم يعني الأشياء اللي طرقنا عليها سواء في التغذية كانت بخصوص الإنفلونزا. طبعا الحين هذه الفترة الإنفلونزا وأعراضها منتشرة بشكل كبير، مرات تكون فيروسية ومرات تكون حتى بكتيرية. أشياء معينة نحن كأطباء نحطها في بالنا فنعرف نفرق بين الاثنين مرات، ومرات يكون يبتدي بفيروسي بعد يومين ويمكن الشخص ينفحص أو الطفل ينفحص وما ينعطى مضاد حيوي، وعقب يومين تتغير الأعراض عنده أو تزيد يرجع للعيادة أو يرجع للمستشفى فيلاحظون أنه يحتاج المضاد حيوي لأن الأعراض تغيرت، أو أن إضافة إلى العدوى الفيروسية صارت فوقها عدوى بكتيرية. فأهم شيء بخصوص الإنفلونزا عندنا أشياء مثل الدوائية اللي نعتمد عليها اللي يوصفها لنا الطبيب، خافض الحرارة، الأنتيهستامين أو مضاد الهستامين عساس الأعراض تقل، في مرات نزيد. وأهم شيء الواحد بعد كذلك يزيد من السوائل اللي ياخذها سواء كان للكبار أو للصغار. يمكن نصايح بسيطة أو أشياء بسيطة بس صدقوني تعطي يعني مفعول كبير سواء للأعراض أو سواء حتى لمدة الإنفلونزا نفسها. طرقت أخصائية التغذية كذلك للأشياء أو المشروبات أو التغذية اللي خلال هذه الفترة تقلل من الأعراض وكذلك تزيد عنا بالناحية المناعة خلال هذه الفترة. ثاني شيء الأماكن، إذا أنا عندي المرض أو عندي الإنفلونزا أحاول أتجنب الأماكن اللي تكون مزدحمة كثير أو الأماكن اللي فيها أطفال لأن حتى نشر العدوى خلالها. في ناس معينة تحتاج تأخذ التطعيم حتى قبل هذا الموسم في فترات معينة خاصة اللي تكون مناعة قليلة مثل كبار السن، إن الأشخاص اللي عندهم أمراض معينة أو ما أمراض مزمنة مثل الأشخاص اللي عندهم الربو، الأشخاص اللي عندهم السكري فيحتاجون يأخذون التطعيم حتى لو أن يتم أعراض الإنفلونزا بس تكون تراها أقل بعد ما يأخذ التطعيم، ما تكون نفس الأعراض اللي تكون موجودة أو تأخذ مناعته طول السنة خلال هذه الفترة. في حالة أحين أنا أخذت الدواء في حالة الأعراض استمرت وياي، فرضا الحرارة ما تنزل عن 38-39 المدة أكثر عن 3 أيام، الكحة زادت مع ضيق في النفس، لاحظت أن الشخص عنده صعوبة في البلع ابتدت مع الوقت تزيد، يعني في هاي الحالة يحتاج يرجع مرة ثانية عن طبيبه حتى لو كان ثاني أو ثالث يوم، يحتاج يرجع مرة ثانية عن طبيبه لمرة ثانية نعيد الفحص كذلك وعلى أساسه إذا احتاج مضاد حيوي أو إذا ما احتاج أو يتغير نمط العلاج أو يأخذ أدوية شوي تكون أقوى بحيث أن تخفف من الأعراض اللي يحسها. أكثر شيء يمكن الأشخاص يحسون بأعراض تكسيرة الجسم أو مثل ما نوصفها نحن بالعامية تكسيرة الجسم أو أعراض جسمك تحسبه وايد تعبان وايد ما فيك هذيك الطاقة، فالواحد يأخذ مسكنات الألم أساس بس تخفف منه إذا كان حرارة أو حتى إذا كانت أعراض جسمه من ناحية عنده آلام في الجسم. استخدامات كذلك المضادات الحيوية، مب من أول ما تخف عن الحرارة في أهالي معين يعني بيستخدمون الأطفالهم أول يومين 3 أيام عقب يوقفون من تخف الحرارة أو الأعراض، لا نخلص الكورس كامل للمضاد 7 أيام بالضبط حتى لو الأعراض خفت. النقطة الثانية في أطفال أو من ناحية خاصة الأطفال أو الأشخاص الكبار أول مرة يأخذون المضاد الحيوي ما تتخذوا هالنوع، لاحظوا أنه احمرار، طفح في الجلد، حكة، ضيقة في النفس، يوقفون المضاد يرجعون عند طبيبهم مرة ثانية نعاين الحالة. يمكن الشخص هذا عنده تحسس من هذا النوع من المضادات الحيوي وهو أول مرة يأخذه. مستمعينا بالنسبة للإنفلونزا هذا كان موضوعنا، وباختصار شرحت لكم أشياء معينة بخصوص الإنفلونزا. طالعين فاصل إن شاء الله وراجعي لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة،
مستمعين الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. وصلتنا رسالة نصية تقول: السلام عليكم دكتورة، بعد تغير صرف الأدوية في المستشفيات الحكومية بدبي إلى الصرف الشهري، وها زاد الجهد على المرضى وخصوصا اللي عندهم أمراض مزمنة أنهم يزورون الصيدلية كل شهر ومراجعة الطبيب والعيادة كل 3 شهور والانتظار عند مكاتب الأطباء. القرار نزل فترة بسيطة وعقب الحين خلاص يعني يستلم المريض كل 3 شهور أدويته كاملة بالنسبة للمرضى اللي عندهم أمراض مزمنة، وكان الدواء يوصف في 3 شهور بس يستلمه من الصيدلية كل شهر يأخذه. فكانت في أشياء معينة بخصوص الأدوية أنها تنصرف بهذه الطريقة، بس الحين خلاص المريض يوصف لحق 3 شهور ويأخذ حق 3 شهور كاملة بخصوص الأمراض المزمنة. مستمعينا الحين بنرد لفقرتنا الرئيسية وهي السياحة الصحية وتنشيط حركتها، وجاء البرنامج المميز والفريد من نوعه اللي هو برنامج مسرعات دبي للمستقبل ليكون حلقة الوصل بين الشركات العالمية الكبرى ورواد الأعمال بهدف التوصل إلى حلول للتحديات الرئيسية 7 اللي تواجهها القطاعات اليوم، ويتضمن ذلك استخدام تقنيات مبتكرة. ويتميز برنامج مسرعات دبي للمستقبل عن غيره من البرامج في أن يركز على تطوير واستخدام المنتجات والنماذج الأولية المستقبلية على مستوى المدينة بالكامل، وهو ما لا يتوفر في أي برنامج آخر. ومن هذه الأهمية حرصت هيئة الصحة بدبي على التواجد وبقوة في هالبرنامج، كما حرصت على أن تكون في طليعة المؤسسات الأكثر تطورا والأكثر امتلاكا لتكنولوجيا المستقبل بما فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد. وحول هالموضوع المهم تدور حلقتنا اليوم، ويسعدنا يكون ويانا من هيئة الصحة بدبي الدكتور محمد الرضا مدير مكتب إدارة المشاريع. صباحك الله بالخير دكتور محمد. بالنور والسرور. والدكتورة شذى العجلة عضو فريق المستقبل. صباحك الله بالخير دكتورة شذى. صباحك الله بالنور حياك الله. دكتور محمد، طبعا برنامج مسرعات دبي للمستقبل له أهمية كبيرة وخاصة بالنسبة لهيئة الصحة بدبي، فهل لنا بنبذة عن فكرة برنامج المسرعات؟ برنامج المسرعات بدأ في عام 2016 بالتحديد في شهر سبتمبر بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، وهيئة الصحة من المؤسسات والهيئات الفخورة اللي كانت من أوائل الهيئات اللي كانت مشاركة في البرنامج، ويمكن تعتبر من مؤسسين البرنامج بما أن معالي حميد قطامي ومدير عام هيئة الصحة بدبي هو أيضا عضو مجلس أمناء مؤسسة دبي المستقبل. كان التوجه هو لاستقبال الشركات الناشئة بحيث أن تكون عندها تقنيات كل من في قطاعه، يعني نحن في هيئة الصحة نستقبل تقنيات الصحية، هيئة طرق المواصلات على سبيل المثال تستقبل تقنيات المواصلات وإلى آخره. وبالتالي بدأ البرنامج في شهر 9، وكان صراحة يعني من أروع البرامج اللي شفت يعني تأثيرها وبسرعة، حتى لو كان تأثير بسيط ولكن كان يوصل إلى المريض. طلعت كثير من المبادرات من الدورة الأولى، وإلى الآن إحنا في على مشارف الدورة 7 إن شاء الله بتطلع مبادرات أكثر وأكثر ونشوفها على أرض الواقع سواء كانت في مستشفياتنا أو مراكزنا الصحية إن شاء الله. دكتور، إلى أي مدى ساهم هذا البرنامج في التحولات اللي تشهدها الهيئة والقطاع الصحي في دبي اليوم؟ لأبعد عن مدى طال عمرك. ليش؟ لأن اليوم التقنية أو التكنولوجيا بحد ذاتها هي يعني تكاد تكون الأداة السحرية اللي بتساعدك على التحول. طبعا دائما لما تذكر برامج التحول في العالم يجب أن يكون جزئية التحول الرقمي جزء لا يتجزأ منها. نحن ما بس نركز على التحول الرقمي اليوم، ولكن أيضا نركز على التحول اللي هو يسمونه الparadigm shift، اللي هو التحول في الشخص نفسه من طريقة عمل كان يعملها إلى طريقة عمل جديدة، سواء كانت في غرف العمليات، في العيادات الخارجية، أو في حتى استقبال المرضى، أو توفير الدواء أو توفير التقنيات، بحيث أن نساعدهم أن يوصلون إلى تقنيات واستفادة كبيرة من هذه التغييرات البسيطة. حتى لو قدرنا نأثر اليوم 1%، بس هذه 1% كبيرة جدا لما تحسبينها على نطاق الخدمة اللي توفر للمريض. صحيح.
نرجع لك الحين دكتورة شذا بخصوص طبعا المسرعات فيها دورات معينة، فشو يكون موجود في هيئة الصحة بدبي قبل كل دورة من دورات المسرعات، وكيف يتم التحضير لكل دورة؟ بالنسبة للتحضير حق كل دورة طبعا عملية يعني كاملة. أول شيء طبعا إحنا نختار التحدي، التحدي هذا ينطرح على المنصة اللي هي مخصصة حق برنامج دبي، برنامج فرع دبي المستقبل. نعم. هذا التحدي تشوفه شركات من حول العالم وتقدم على البرنامج هذا، ونحن كفريق المستقبل في الهيئة نختار الشركات المناسبة اللي نشوفها تصلح حق دبي وهيئة الصحة في دبي تحديدا. فبعد الاختيار هذا نحن يعني نسوي معاهم مقابلات طبعا عشان نتأكد ان الشركة هذه مو بأي شركة، لازم تكون يعني عندها معايير معينة حاصلة على بعض الاعترافات مثل FDA أو CE. نتأكد ان التقنية هذه اللي بتيبها تناسب حق الهيئة، وبعدين احنا نبغي شيء جاهز، شيء يعني مو انهم يجربونه على مطانة، بالعكس صحيح. نبغي شيء مجرب، شيء يعني معترف فيه بحيث يكون سهل الادخال على هيئة الصحة في دبي. ممتاز، يعني يكون في مثل عملية تفاوض بين الهيئة والشركات اللي تعرض كذلك. هي بس الشركات هذه احنا يعني نتعامل معاها بطريقة ان احنا نسوي مشروع تجريبي. نعم. يعني تعرفين صعب ان احنا اصلا نطبق اي شيء كذا على طول داخل تقنية جديدة. صحيح. الحلو ان احنا نستغل البرنامج هذا في ان احنا نسوي بايلوت او مشروع تجريبي. ممتاز. بحيث نتأكد من يعني مدى فعالية التقنية هذه. ممتاز. دكتورة شذا، من يكون المسؤول في الهيئة عن أن مراقبة ومواكبة هاي المستجدات اللي تحدث في العالم والتطور في التقنيات الصحية؟ طبعا هو فريق المستقبل يأخذ الاقتراحات أصلا من الدكاترة المختصين نفسهم. نعم. وهذا شيء جميل جدا لأن نحن نستفيد منهم، يعني نأخذ الحاجة من عندهم يعني. نعم. هذا الشيء مهم لأن كل ما شاركوا الأطباء والمختصين في الهيئة إحنا يعني قدرنا نسوي يعني التوافق المناسب بين التقنية اللي نبيها والحاجة اللي موجودة في الهيئة أو الإدارة اللي موجودة. صحيح. دكتور محمد، بخصوص المجالات والتقنيات خاصة الطبية طبعا كثيرة هذه، وخاصة في يعني هذه الفترة ونموها يكون يعني سريع كذلك، فكيف تحددون مجالات التقنيات اللي يجب أن تركز عليها الهيئة أو صحة دبي وتعملون على امتلاكها؟ نرتكز على كثير من التقارير اللي تطلع عالميا من كبرى الشركات الاستشارية. نعم. دائما في تقارير تجدد نفسها، وهي تقارير من يعني قوية ومعروفة عند قطاع التقنيات وقطاع الصحة. يتم عن طريق استشارات المستقبل بحيث أن أي تقنية بتساعدك في عام 2019، أي تقنية بتساعدك في عام 2020، وشو المتجدد خلال هالتقنية. لو رجعنا بالوقت اللي 2016 كان التقرير يقول طباعة ثلاثية الأبعاد، بلوك تشين، إنترنت أوف ثينجز اللي هو إنترنت الأشياء. وأيضا الذكاء الاصطناعي. اليوم نحن وصلنا إلى مرحلة أن شفنا يمكن هذه الأربع تقنيات مدموجة في حل واحد. نعم. أو مبادرة واحدة. نحن على مشارف 2020 ننتظر أيضا التقارير الجديدة اللي هي بتقولنا شو المتوفر وشو المتاح في عام 2020. وبإذن الله نحن نتوقع تقنيات جديدة يمكن ما سمعنا عنها قبل، وهذا اللي يميز برنامج دبي المستقبل، دائما نغامر في استقطاب هذه التقنيات الحديثة. صحيح. وندخلها في المجال الصحي بحيث أن نحن نتأكد قبل كل شيء سلامة المرضى، قبل أي بايلوت أو أي بس تجريبي أو أي مرحلة تجريبية ندخل فيها، نتأكد أن هذه التقنية ما بتضر المريض، بتكون في المرحلة الأولى فائدة كبيرة للمريض. ممتاز. دكتور الحين ما شاء الله 6 دورات مضت من برنامج مسرعات دبي للمستقبل، فكيف تقيمون تجربتكم ومستوى أدائكم؟ بالنسبة حق الدورات السابقة الحمد لله احنا استفدنا من كل دورة، من ناحية ان
يعني صار توقيع مذكرات تفاهم مع الشركات. نعم. طبعا مو كل الشركات، شركات اللي شفنا انه في توافق بين اللي تقدمه وبين الحاجه اللي في الهيئه يعني. فالشركات هذه اللي صار معاها اتفاق احنا شغالين معاها على مشاريع تجريبيه. المشاريع هذه الهدف منها طبعا مثل ما قلت ان احنا نجرب التقنيه هذه قبل تطبيقها بشكل كامل في الهيئه، واحنا جربنا العديد من المشاريع يعني، وبعضها حتى كان على مستوى الدوائر الحكوميه اللي في دبي مو بس على مستوى الهيئه، مثل الكبسوله اللي عرضناها في اكثر من جهه حكوميه قبل سنتين. عندنا ايضا في شركه كانت قدمت اللي هي تقنية الملاحة الجراحية. نعم. فهذه التقنية مثلا ساعدت الأطباء الجراحين اللي هم جراحي العمود الفقري، طبعا هالعملية وايد دقيقة ولها يعني طبعا معروف ان لها مخاطر، فالملاحة هذه نافيجيشن تساعد ان طبيب يتفادى المخاطر اللي ممكن تسوي اثناء العملية، زائد انها تقلل يعني وقت بقاء المريض في المستشفى بعد العمليه. فمثل هاي التقنيات يعني احنا الحمد لله طبقناها او اجرينا عليها برامج تجريبيه. ممتاز ممتاز. دكتور محمد، لاي مدى نجحت الهيئه في استثمار برنامج المسرعات النوعي لامتلاك احدث التقنيات؟ بالنسبة للامتلاك الحمد لله يعني شفنا نسبة كبيرة من كثير من التجارب اللي عملناها أو البث التجريبي اللي عملناه. نعم. أصبحت اليوم على أرض الواقع موجودة عندنا في هيئة الصحة بدبي. بذكر مثالين اللي هم طباعة ثلاثية الأبعاد، الحمد لله توفقنا بأن نحن نفتتح مختبر كامل للطباعة ثلاثية الأبعاد عندنا في مركز الابتكار. ممتاز. وأيضا استقطاب التقنية اللي كانت تفضلت فيها الدكتورة قبل قليل اللي هي الجراحه لجراحه العمود الفقري، موجوده حاليا في مستشفى راشد. وتقنيات كثيره سواء حتى كانت قبل المسرعات وعقب المسرعات وخارج المسرعات ايضا يتم استقطابها بشكل دوري وبشكل مستمر. وباذن الله مثل ما قلت لك ان شاء الله في الدورات الجايه بنعلن عن يمكن اكثر عن 3 تقنيات متواجده في حل واحد أو مبادرة واحدة. ممتاز، وهذا بيسهل على الجميع، ويعني صراحة أن 3 تقنيات في شيء واحد يعني صدق يعني الواحد مثل اللي سابق الزمن أن يوصل بالضبط. أشياء وتحديات بالضبط. كثيرة وكثير من هالمبادرات تطلع من المسرعات، كيف أن تكون شركة مثلا متميزة في التقنية ألف وشركة ثانية متميزة في التقنية باء، فيجلسون مع بعض في برنامج دبي المسرعات ويتكلمون مع بعض، فهذا التزاوج إذا صح التعبير بين التقنيات يحدث في إمارة دبي في برنامج المسرعات، وبالتالي نحن ندعم هذا التميز في التقنية بحيث أنه يمكن أول مرة يحدث على مستوى العالم أن هذه التقنية ألف مع التقنية باء تدخل في مبادرة واحدة وتشترك لحل تحدي معين عند المريض. ممتاز. الدكتور، شو الجديد الآن لدى الهيئة في هالجانب، وما هو المستهدف كذلك في المستقبل؟ والله ننتظر الآن التقارير اللي بتطلع على 2020 إن شاء الله. إن شاء الله نستشر في المستقبل عن طريقة، طبعا التقارير هاي كثير منها يطلع عن مؤسسة دبي المستقبل، وبالتالي نحن نعمل سيرتش أو بحث عالمي على الشركات الموجودة في الديتابيس عندنا، أو سواء حتى الشركات اللي تأتي وتستمع بهيئة الصحة. نشوف التقنيات هذه وندرسها دراسة يعني باستفاضة، بحيث أنه مثل ما قلت لك أول شيء نتأكد أن هذه التقنيات ما بتضر المريض. الكل ممكن يقول أنا عندي أفضل تقنية في العالم. صحيح. لكن لما ندرس التقنية لا نشوف أنه يمكن في خطورة، حتى لو كانت 0.001% على حياة المريض نحن ما نستقطب هذه التقنية ونشوف تقنيات أخرى. ولكن الحمد لله كثير من التقنيات اللي شفناها شفنا أن الفائدة مدروسة، وبالتالي نشوفها أمامنا، نشوفها تطور الجودة، نشوفها تقلل وقت الانتظار، وشوف أيضا تقلل التكلفة. ممتاز. دكتورة شذا، حابين نتعرف أكثر عن أهم التقنيات والحلول الذكية اللي امتلكتها الهيئة ووظفتها في خدمة الناس وبالتحديد في خدمة المرضى. طبعا احنا كان عندنا وايد تقنيات يعني قدمت، أذكر منها بعض التقنيات مثلا
كان عندنا جهاز صغير في الدورة الخامسة. نعم. الجهاز هذا بحجم اليد يعني ينحط في الجيب. الحلو أنه يعني يقدم لك كل القراءات الحيوية، تقريبا 8 قراءات، سواء حرارة الجسم، ضغط السكر، معدل نبضات القلب، كلها حتى تخطيط القلب وبدون أسلاك وكذا، فكلها في هالجهاز الصغير. الجهاز طبعا ممكن نستعمل في لمرحلة يعني استقبال المرضى وقياس العلامات الحيوية وكذا. صحيح. فجهاز بسيط يعني ممكن يختصر الوقت، يختصر خطوات وايد في يعني وقت بسيط في جهاز صغير. والحجم كذلك يعني أثر أن الحجم جدا صغير. هي نعم. فهذا يزيد من سهولة استخدامه كذلك. صح. يعني إحنا نحاول ندور الأشياء يعني اللي ممكن ندخلها الهيئة بسهولة وبسرعة. يعني في بعض الأشياء تكون وايد كبيرة، لكن إحنا ندور الشيء يعني ما أن هالبرنامج بحكم أنه اسمه مسرعات. صحيح. فنحن نحاول أن ندور الشيء اللي سريع الإدخال، سريع أن الواحد يشوف نتائج. صح فيه الكثير يعني من الخطوات يعني اللي تسبق التنفيذ، لكن بعد الواحد يظل يعني متفائل ويحاول أنه يعني يدور الشيء المناسب حق الهيئة إن شاء الله. صحيح. خدمة المرضى إن شاء الله، وخاصة أن يعني حتى من اسمه مسرعات المستقبل، يعني تحس أنك أنت لازم تسبق حتى المستقبل، فأنك طالع أفكار وطالع أشياء، وخاصة في يعني يمكن التحدي عندنا أن تحدي صحي وطبي، يعني يهتم بصحة المريض وبحياة المجتمع ككل، فهذا يعطيه تحدي ويعطيه يمكن تمييز أكثر عن أي شيء ثاني. دكتور محمد، كلمة أخيرة توجهها المستمعين خلال البرنامج. جزاكم الله خير أنتم والعاملين على البرنامج لدعمكم لبرنامج المسرعات عندنا في هيئة الصحة. صراحة منارة يعني كبيرة، وثقفت كثير من المستمعين، وبإذن الله نقدر نشوف بعض المستمعين عندنا حتى في برنامج المستقبل في أبراج الإمارات، بحيث أنهم هم يطلعون على التقنيات. الدورة بتكون إن شاء الله في شهر 1 إلى شهر 3 في 2020، وبالتالي نحن حتى نتمنى سواء كانوا مهتمين بالصحة أو غير قطاعات أنهم يتواجدون في هذا المكان للتعرف على التقنيات الحديثة اللي هي بتغير حياتهم في المستقبل إن شاء الله. ممتاز. دكتورة شذا العجرة، كلمة أخيرة توجهينها المستمعين خلال البرنامج. الكلمة الأخيرة أن الواحد يعني يستغل التقنيات الجديدة بحيث أنه يعطيها تانس، يعطيها فرصة، حتى لو كان هذا الشيء يعني برنامج تدريبي، يعني دراسة إثبات فعالية، شيء صغير ممكن الواحد يعني بس ياخذ خطوة، وممكن إن شاء الله بعدين التطبيق مشكلة ذي يجرب بعضه يعني بإذن الله. صحيح. الدكتور محمد الرضا، مدير مكتب إدارة المشاريع بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك. والدكتورة شذا العجل، شذا العجلة، عضو فريق المستقبل في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك دكتورة شذا. نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله، شكرا لكم مستمعينا. هذه كانت آخر فقرة أنا في البرنامج. أشكر فريق العمل وياي في الإعداد يوسف سعد، وفي التنسيق ميرا القفلي، وفي الإخراج نمر محمد، يعطيكم ألف عافية. نلقاكم إن شاء الله باكر على نفس التوقيت الساعة 10 لين 11 الصبح، ومنكم ومني لكم أجمل تحية. محدثتكم الدكتور عاش البسطي، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.